إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها بإقليم مجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيلل مفادها وجود سيارة سياحية على متنها كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بمحطة الخدمات بالطريق السيار شرق غرب بيلل. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد تفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على متنها 719 وحدة من المشروبات الكحولية نوع بيرا بوفور بدون رخصة. أما القضية الثانية على إثر القيام بخدمة شرطة المرور من طرف أفراد نفس الفرقة على مستوى الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي يلل وسيدي سعادة بالضبط بدوار الحجيجية، تم توقيف سيارة سياحية وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا تم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر ب 1753 وحدة مختلفة الأنواع بدون رخصة. القيمة المالية للمحجوزات 317975 دينار جزائري. وتنفيذا لتعليمات النيابة تم إنجاز محضر قضائي مع حجز السلعة وتسليمها إلى مفتشية أملاك الدولة بغليزة.